السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم الفيديو ديالنا كما كتشوفوا معنا بديتو لكم من الصباح، مع الصباح بكري هنا، يلا الشميشه باغا تطلع، وبغيت نشارك معكم هذا الجو هذا، وكيكون الجمعه الصباح زوين ومبرد كما كيقولوا الفياق بكري بالذهب مجري. ايوا حنا فقنا بكري ما لقينا لا ذهب لا والو. ايوا كما كتشوفوا معنا ها الشميشه هي طالعه مع الصباح، اصبحنا واصبح الملك لله، والجمعه صباح كيصبح زوين، يعني اللي تيستغل هاد الفرصه تيفيق بكري راه مزيان. وانتم كتشوفوا معنا ها هو دابا خرجنا تمشينا شويه، الشميشه يلا كطلع، ومن بعد غادي نمشيو ندخلوا للدار. جينا للدار هنايا عجنا، درت الخبز ديال الفطور كما كتشوفوا معنا، شاركوا معكم خبز ديال القمح هذا الكامل، ما شاركتش معكم العجينه لان كنشاركها معكم دائما. كما كتشوفوا معنا حنا كنخبزوا هاد الخبيزات هادو، دابا في هاد البرد هذا والله الا ولينا تناكلوا الخبز سخون، يعني من المقله للتبصيل، لان تبارك الله بدا كيطيح شويه داك الجريحه ديال مع الصباح، يكون شويه السمر بارد. يو كما كتشوفوا معنا الله يعطيكم الخير، هادو خبيزات ديال القمح ديال الدار، ومرحبا بكم معنا، جاو تفطروا معنا، مرحبا بكم في هذا الصباح، جاو فطروا معنا، مرحبا بكم. وضروري من الخبز مع الصباح يكون باقي سخون وزوين. هما كما كتشوفوا معنا حنا هنايا جوج الناس درنا خبيزه وحده، ولا خصات راه غادي نزيدوها مع كويس ديال اتاي، والزيت البلديه دابا راه موجوده في سيد المختار، راه كاين الخير تبارك الله، بداو كيطحنوا، وهذه راه الزيت جديده، يلا بينا ندوقوها وشاركناها معاكم. هاد الزيت هادي زوينه واخا تا غاليه، ماشي مشكل، ها هي هادي الزيت البلديه الجديده. مرحبا بكم معنا، جاو تفطروا معنا، ومرحبا بكم. ها انتم هاد المضيغه هادي ليكم يا المشاهدين، مرحبا بكم معنا. وشكو باقي عنده بحال هذا الطبسيل يقولها ليا، هذا الطبسيل محل، واش باقي عند شي حد؟ هذا راه قديم. الله يتقدم هذا الطبسيل، ايوا هذا راه مورود جد عن جد، وباقي مازال حي هذا الطبسيل. ايوا جينا هنا عند شي جيران، جيت عندهم شفنا عندهم هاد الدجاجات، انا كيعجبني الدجاج مع الصباح، نمشي نشوف هاد الدجاجات كما كتشوفوا معنا، واحد الحميمه معاهم. ومن بعد مشينا قطعنا واحد الفليفله، واحد الشجيره فيها شويه الفلفله الحاره، قطعنا منها شويه. حنا كنشاركوا معكم هذاك الشيء اللي كنديروا في النهار، حنا شاركتوا معكم، واخا هذا الفيديو راه غير خفيف ظريف، وتوحشتكم شحال هادي ما بنت شحال هادي وانا غابره، سمحوا لي لان شي ظروف شخصيه سمحوا لينا، كنغبر عليكم بزاف حتى كنتوحشكم والله العظيم الا كنتوحشكم. كما كتشوفوا هادي راه فليفله حاره، وشاركت معكم هنا الغديوه ديالنا، صيبناها على الفاخر. هنا درنا شويه ديال الجلبانه مع بطاطا، مع بطاطا الحلوه كما كتشوفوا معنا، وداكشي اللي قسم الله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال كما شفتوا معنا. وهنا من وراء الغدا راني صايبت واحد شويه ديال الفقاص، وما شاركتش معكم المقادير لان فايت ليا شاركتهم معكم، درنا شويه ديال الفقاص هكا، دواز ديال اتاي ومع قهيوه كما تشوفوا معنا، هو صايبته وكيصدق هذا الفقاص زوين، وفيه غير جنجلان والنافع، يعني مقادير بسيطه وكيجي زوين وتيجي هشيش، وشاركته معكم الله يعطيكم الخير، وخليكم معنا الى نهايه الفيديو. مرحبا بكم معنا، وشكرا لكم على المشاهده كاملين كاملين، وراه كنغبر عليكم حتى كنتوحشكم بزاف بزاف، وشكرا لكم كاملين لجميع المشاهدين العزاز اللي كيشاهدونا، شكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم. ومن هنا من وراء العشيه راه غادي نخرجوا نديروا واحد الدويره، وانتم معنا تساراو معنا وتشوفوا معنا الفيديو حتى للنهايه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، وخليكم معنا الى نهايه الفيديو، وشكرا لكم.
لي يا بسالي ونطير معك إلى هالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا بسالي ونطير معك إلى هالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي لي يا سالي ونطير معك إلى